صباح الوقت واجد بدري، واجد واجد بدري، الساعة 5:15 تقريبا. جالسين نقل الأغراض لأنه بنصبغ بعض الغرف في البيت، فبرويكم الشغلة لما تصير. ايو جانج، هذه الأصباغ، قولوا الألوان تحت في الكومنت اللي بنصبغ فيها وبطلعها في فلوج قادم. شوفوا حالة سيارتي يا جماعة الخير. اي يو جانج، مو علوم. الساعة الحين 11 بالليل يوم الاثنين، رايح للسينما. هاي التذكرة، راح اشوف فيلم تو باك، All Eyes on Me. ليش احب اشوف مثل هذه الافلام؟ لانه هالافلام تعطيك قصة حياة الشخص، لو انه فيها شوية سكر، لكن تعطيك قصة حياة الشخص كاملة في ساعتين، بدل ما انت تجلس تقرا كتاب مثلا شهر ولا شيء. فبكره راح نبث لايف من هذا المطعم، راح نشوف تفاصيل اكثر بكره. خليكم متابعين لايفات الانستغرام دائما، لانه في جوائز مميزة للناس اللي بيفوزوا. راح احط الديسكربشن تحت الانستغرام مالي. هاي الحلاق غير شوية هذه الحيل الكثيفة وحالته كذا صعبة. خلصنا حالقين وامورنا طيبة. شيخ مال عماد، أنا موجود في مركز المعارض والمؤتمرات في مسقط. طبعاً اللي جايبني هنا أنه أنا مشارك في التوست ماسترز، نادي إتقان، هو نادي لغة عربية للتوست ماستر، المنظمة العالمية. خلنا مع بعض نروح نشوف الركن. ايو جانج، انا موجود في فن زون القرم، رايحين نلعب بولينج مع بعض الشباب. يو جانج، انا رايح لمطعم حياة في القرم عشان ابث لايف من هناك. موقع البث يا جماعة الخير، هذا ليت جديد اشتريته خصيصا للانستا لايفز وكذلك لليوتيوب. هذه الطاولة اللي ببث منها. ايو جانج، خلصنا نصبغ البيت، هذا اول. الشيء الثاني لعب البولينج مع الشباب، كان ابو ام الحماس. اللايف على الانستا فاتو يا جماعة، اللايفات القادمة بتكون موجودة على الانستا. شوفوا الديسكريبشن في هذه اللايفات، اقوى لايفات عمان على الاطلاق، لانه نحن ايو جانجستا، ولما نعمل شيء نعمله صح. اخيرا اللي اريد اقولكم اياه، تتخيلوا اني حتى غيرت تليفوني عشان اعطيكم جودة عالية. تتوقعوا في الديسكريبشن ايش التليفون اللي خديته عشانكم. التقيكم في البلوجات القادمة، دايما تذكروا Be a neo gangster.